حدوث الزلازل يكثر عند قرب الساعة من العلامات الصغرى للساعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: وتكثر الزلازل. قال ابن حجر رحمه الله: كثرة الزلازل يقول هي موجودة لكن في آخر الزمان تكثر، والمعنى من كثرتها يقول المراد من ذلك أنها تتفرق في الأرض فتكون في أكثر من ناحية من نواحي الأرض، وتكون مستمرة ومتتابعة. ولذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت عنه عند أحمد قال: بين يدي الساعة سنوات الزلازل. ولذا ما علامات تلك الكثرة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كما عند أبي داود يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة نزلت ببيت المقدس فقد دنت الزلازل والبلايا العظام، والساعة يومئذ من الناس أقرب من يدي هذه من رأسك. نزولها كما قال الشراح لما حصل ما حصل ووقع ما وقع في عهد بني أمية، لكن لا يمكن أن يقطع أحد بتنزيل حديث في مثل هذا الحديث بما وقع، فعلى الناس أن يخشوا من أن يكون هذا الحديث لم يأتي زمنه بعد. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعدد، كما عند البخاري: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان. يعني أن كثرة الزلازل يسبقها موت كثير عند أحمد، ثم موتان شديد، ثم سنوات الزلازل. فإذا كثر الموت والقتل فهي علامة على ماذا؟ على قرب توالي الزلازل. موتان شديد يعني موت شديد، وضبطت موتان وضبطت موتان وغلط بعض هؤلاء، لكن وردت تثنية موتتان فيدل هذا على فتح الميم. المهم موت شديد يحصل قبل حدوث الزلازل.